هنحكي عن عاشوراء. ما فينا. ليه يا ابو طلال؟ عن شان وضع محتقن والولد بلد بيولع. طبعا شو بدنا نحكي؟ عن امك. كان قديش هي مربيه فاضله ومحترمه وخرجت اجيال يعني. اخواتك طبعا. بتحكي عن امي على الهوا يعني. بس على فكره التقيت فيها من يومين بمجلس عاشوراء يا امك. يعني هذاك نديم الجميل. يا زلمه شو بيشبه امك بس عدقان. نفس الشيء. هو شي از فيري ويل مورسفول بال بس كومينج اب يعني بيحكي منيح هو. طيب خلينا نشوف يا ابو طلال سوا شو حالك. طيب يعني تفضل. طيب فهمنا. تفضل يلا. بهالمجلس العشاء بهالمجلس العزاء العشاء عاشورائي. عاشورائي يا مختلفة 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 يا نديم. وخاصة خاصة خاصة يا حبيبي خاصة فيش باللغة العربية خاصة. عشر ايام ومعاني بيختار بيختار الخيار الأول. سماحة الإمام سماحة المحدي. الله أكبر. قامت الضاحي كل سوا نططل الضاحي رقصها بريك دانس. محدي قال له كربلائه قال لك كربلائش كربلائهن كربلائهش كربلائهوش. هل مثل بالإنجليز زودته ضعيفة. تعني أن لا تبيع أن شو لك لو كب ثلاثة أيام عبول أن الله الله على العمق بالحديث. أن تبيع أرنا تبيع فما على أنا دي مش ميل بقى. أن تكون ذكرة الحسين. يعني أنا حقيقة مش فهمان يعني شو جاب نديم جميل على مجلس عزاء عشان يحكي العالم؟ طب عم بجرب هو بالأمر الطبيعي نديم جميل بتأتئ فضل لك يعني ده ثلاث أيام عم بتأتئ عن شو بتأخر عن شو بده يحكي الزلمة؟ عن شو بده يحكي؟ شو صار؟ أياما خلصوا العالم وشالوا كراسي ومسحوا وفلوا العالم كله وبعد عم تقتق بالحكم. طيب انت محله شو كنت عملت يعني؟ وي يا خيي هيدا الزلمه مش لازم يروح على مجلس عزا يحكي يعني اكثر شيء يحكي عن اكس بوكس جديده. صلوا على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. طيب يا ابو طلال طيب خلص خلينا ننسى كل هالموضوع نحكي عن شيء. تعال نحكي عن صيدا يا ابو طلال. ما ليك شو عم بيصير بصيدا هلا. شوفي